الفريق الاول زي ما حضراتكم عارفين هيخوض النهارده التدريبات، وامبارح كان كمان اكتفى بخوض جلسات استشفائيه، وعرضنا ده برده في 10 الصبح طبعا وفقا للبرنامج اللي حدده الجهاز الفني عشان يتحاولوا ان هم يتخلصوا من حاله، انا هقول تاني يحاولوا ان هم يتخلصوا من حاله الاجهاد العضلي والاجهاد البدني والاجهاد الذهني بسبب طبعا توالي المباريات ما بين بطوله الدوري الممتاز ودوري ابطال افريقيا والسفر مؤخرا لجنوب افريقيا، يعني حاجه مرهقه لينا احنا ما بال حضراتكم للفريق بقى والجهاز الفني. الاهلي بيستعد بقوه لمباراه المريخ السوداني المقرر ليها يوم الجمعه ان شاء الله اللي جاي زي ما كنت بقول لحضراتكم ضمن طبعا منافسات الجوله الخامسه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كمان هيتم اجراء طبعا مسحه طبيه كالعاده للاعبين والجهاز الفني والاداري استعدادا بقى لمباراه المريخ. طيب